السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل تدريبات كتاب جن 2025 المنهج الجديد. النهاردة إن شاء الله حبايبي ميعادنا مع درس الخامس والسادس، وكمان هنحل التست اللي على الوحدة الأولى. طبعا حبايبي مديني الكلمات شكل ما أنتم عارفين، بنبتدي بالكلمات وكمان الحلول عليها عشان نتأكد إن إحنا فهمناها. طبعا حبايبي أول كلمة معانا هي كلمة أتشيف، يعني حبايبي أتشيف. achieve achieve achievement achievement against 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 amaze amaze award award champion champion clear clear focus focus improve improve moral moral national national opponent 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 practice practice qualities qualities ranking 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 يعني حبيبي معناه تصنيف speed speed table tennis table tennis tablet tablet top top victory victory african 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 age 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 arab arab attention attention competition competition connect 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 cup cup difficulty difficulty ITTF ودي اختصار بكلمه international table tennis federation تاني ITTF International Table Tennis Federation Journey Journey Lower Lower Let Let Person Person Wrist Wrist Share Share The United Nations The United Nations The UN الأمم المتحدة. طبعا حبيبي عشان يتأكد من فين دي الكلمات وحفظ ليها مديني كلمة Talents معناها مواهب، وعندنا كلمة Achieve معناها حقق، وCup يعني كاس، وPerson يعني شخص. أول حاجة خالص حبيبي يقول لي هنا won the African A she is a top player، يعني هي لاعبة اللاعبة الأولى، يبقى أكيد won the African Cup، وكاب حبيبي بمعنى الكأس. هنشوف نمبر 2 بيقول لي our grandpa جدنا told us that we could improve our A. طبعا احنا ممكن نحسن إيه؟ أكيد ممكن نحسن موهبنا، والمواهب حبيبي اسمها talents، تاني المواهب اسمها talents. تعال نشوف نمبر 3 بيقول I always work hard to eat victories. victories حبيبي يعني انتصارات، عشان احقق انتصارات اسمها achieve، انا بعمل جد عشان احقق انتصارات. تعال حبيبي يلا نشوف صفحه 39، عندنا اول كلمه كلمه achieve، ثاني حبيبي اول كلمه كلمه achieve victories achieve victories achieve victories يعني احقق انتصارات. عندنا كلمه come true يعني يتحقق، explain clearly يعني يشرح بوضوح، work hard يعمل بجد. The prepositions in what ways in what ways at the age of born born on born on born on طبعا بجينا التاريخ في اليوم stop from for long hours step by step the world of work the world of work then become became become become became become wise world reason wise world reason choose chose chosen choose chose chosen speak spoke spoken speak spoke spoken بالنسبة لي الكلمة عكسها، عندنا high low national national international international good at bad at important important unimportant 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 معناها مش مهم. طبعا برضو نتأكد من حفظ الكلمات، عندنا كلمة spoken يعني منطوق، وعندنا لو تكلم بي، عندنا on international يعني دولي، وان يعني في. number one بيقول لي the opposite of national، طبعا عايز عكس كلمة national، قلنا عكس national هي international international يعني دولي، لأن national حبيبي معناها محلي أو قومي. هنشوف number 2 بيقول لي my father was born in first the first of October 1985. طبعا هنا طالما جاب لي التاريخ كامل في اليوم يبقى لازم أقول حافظ الأم. number 3 بيقول لي children have a many times about their future plans. بيقول لي إن الأطفال a many times مرات كثيرة about their future plans. طبعا اتكلموا عن اسمها have spoken. have spoken يعني اتكلموا، خلي بالكم حبايبي ان الزمن ده اسمه مضارع تام. تعالى حبايبي يلا نشوف اهم اللانجوج نوتس اللي هنديها لي. طبعا كلمه was او were born معناها ولد. was طبعا للمفرد، were للجمع. خلاص، وبعدين ان بقى بيجيب لي وراها يا اما السنه يا اما المكان اللي اتولد فيه. لما اقول I was born in October 1985 يعني انا اتولدت في شهر اكتوبر سنه 1985. لو انا عايز اسال سؤال حبايبي طبعا حصل هنا بكلمه وين، وين معناها متى. اي وش شكل ما قلنا بتتحول في السؤال لوير، وبقول وين وير يو،
طيب والتصريف الثالث عندي born يبقى when were you born يعني متى ولدت. كل my parents were born in a village يعني اتولدوا في قرية. برضو خلي بالك لأنه مجمع قد were born. طب لو أنا عايز أسأل هنا هسأل ب where أقول where وأبدل عندنا الفعل المساعد بتاعي where الفعل بتاعي my parents يطلع your parents يبقى where were your parents born يعني أين ولد خلاص والدك. عندنا was a were born on هنا بقى هيجيب لي التاريخ. التاريخ بس لازم يكون شامل اليوم، لو جاب لي شهر وسنه بس هجيب ان برضه. طيب عندنا كلمه however حبايبي معناها ومع ذلك، ودي بتساوي كلمه but. فرق بس في الترقيم، however بتيجي في النص قبلها فلسطوب وبعدها كوما، انما هي بتساوي كلمه but بالظبط. طب قول لي هانا was young however ومع ذلك she became top of women's world ranking. اصبحت يا حبايبي المصنفه الاولى عالميا. طب عندنا كلمة although على الرغم من دي حبايبي بتساب برضه بستخدمها في التناقض بس دايما بتيجي مع الحدث الأساسي أو الأول. أقول لك although he is poor الأساس إن هو فقير. طب إيه اللي حصل بعد كده بقى؟ هي سعيد هو سعيد يبقى although برضه بتستخدم في التناقض. عندنا what a أو an وبعدين اسم موصوف دي بتدينا صيغة اسمها صيغة التعبير. يعني بقول what an achievement دي معناها إيه بقى؟ يا له من إنجاز. طب what a great achievement يا له من انجاز عظيم. طبعا حبايبي عارفين ان اس تقاس بستخدمها لما اجي اقارن بين اثنين متساويين في الصفه. طبعا هنا الصفه بتيجي بدون اي اضافه. فبقول لي هنا جوده works just as hard as any older player يعني بتعمل بالظبط بجد كاي لاعبه كبيره في السن. تعالوا بقى نتاكد ان فاهمينها للانجوج نوتس دي. بيقول لي ايه an interesting book. طبعا هنا صيغة التعجب فأقول what an interesting book يعني فينا exclamation mark علامة التعجب. نمبر 2 بيقول مازن الشورت he plays basketball. طبعا هنا لازم أربط بمين حبايبي although يعني برغم إن هو قصير وده الأساس بس بيلعب كرة سلة كويس أو بيلعب كرة سلة. نمبر 3 بيقول I was born in June 22 2012 لما إداني اليوم يبقى لازم أجيب حرف الجر on. طبعا حبايبي في صفحة 41 من definitions عندنا كلمة achievement يعني إنجاز واللي a thing that someone has done very well حاجة الشخص عملها بشكل كويس جدا بقول عليها انجاز. opponents يعني منافسين قالت the people you play against in a competition الناس اللي انت تلعب قصادها في المسابقة. champion يعني بطل. البطل ده حبايبي قال لي the person who wins a competition طبعا الشخص اللي بيكسب ايه؟ بيكسب مسابقة. victories يعني انتصارات قال لي successes in competitions النجاحات اللي موجودة في المنافسات. focus اللي هو التركيز او يركز اللي giving special attention to something you do بيديك انتباه كده لحاجه انت عملتها. طيب تعالوا نشوف حبايبي الكلمه ومعناها achieve معناها succeed in من begin معناها start وعندنا كلمه achieve لو حطينا لها int تبقى achieve in this suffix. طب تعالى مديني اهم الاختصارات اللي انا لازم اخلي بالي منها في الدرس ده. عندنا BTW يعني by the way خدنا ال B و T وكمان ال W. طبعا عندنا ال V يعني very عندنا TTYL يعني talk to you later يعني اتكلم معاك بعدين. thanks خلاص طبعا بيحط ال K وال S بيخليهم X فدي thanks يعني شكرا. see you هنا كتبها حبايبي C حرف C و U حرف U. LOL يعني laughing out loud يعني معناها ان انا بضحك بصوت عالي. هنشوف بقى حبايبي الاختيارات بيقول لي ذا سينونيم معناه تو بيجن از عايز معنى يبدا معناها ستارت. طب عندنا ار ذا سكسسز النجاحات ان كومبيتيشنز دي اسمها فيكتوريز يعني انتصارات. ذي ابريفيشن فور سي يو الاختصار بتاع سي يو حبايبي اللي هو سي يو. تعال نشوف حبايبي الله التدريبات العمل ومدها لي بصفه اخبار مين بيقول لي باهر بوت ان نيو راكيت اشترى مضرب جديد تو بلاي. طبعا مين في دول اللي بتلعب بمضرب اكيد تيبل تنس يعني تنس الطاوله. ذا وينر اوف ذا كومبيتيشن يعني الكسبان في المسابقه. وريسيف ا سبيشال اي هيستلم اذا قلنا جايزه والجايزه اسمها اوورد. طبعا وورد يعني عنبر واوورد يعني عنبر برضه واوورد يعني كلمه. نمبر 3 بيقول لي ذا فيو فروم ذا توب اوف ذا ماونتن كان اي ان وان اتس وندرفول بيقول المنظر من على الجبل ممكن ايه كل واحد لانه رائع يبقى اكيد طبعا اميز. الناس طبعا معناها يدهش. عندك نمبر 4 بيقول لي نجوى ستادد انجلش يعني نجوى ذاكرت انجليزي ايه لونج اورز سو شي جوت هاي ماركس طبعا لمده طويله اسمها 4 لونج اورز. نمبر 5 بيقول لي تو جيت ا جود جوب عشان تحصل على وظيفه جيده يو ماست اي يور سكيلز
طبعا قلنا يحسن مهاراته اسمها improve your skills. Number 6 بيقول لي our teacher explained يعني شرح the lesson ايه I understood it well. طالما فهمت كويس يبقى اكيد هو شرحه clearly بوضوح. Number 7 بيقول we have a holiday on October 6th. It's a local holiday. طالما هي local يعني محلية يبقى اكيد دي اسمها national. وناشونال يعني قومي. طب تعالى نشوف اللي بعدها بيقول لي فاتن was born in October 11th. طالما اداني اليوم على طول يبقى لازم اجيب حرف الضر on. Number 9 بيقول لي the internet is a to the computer. You can search now. ممكن تبحث دلوقتي يبقى اكيد هو متصل ومتصل يعني connected. تعالى نشوف نمبر 10 بيقول لي my father wanted to change his old car because of its low end. طبعا بيقول لي حب يغير العربية بتاعته القديمة بسبب its slow. slow يعني بطيء slow speed. speed حبالي يعني سرعتها البطيئة. بيقول لي I lose يعني أنا فقدت أو بفقد my A when there is much noise. يعني لما بيبقى فيه ضوضاء كتير أكيد هفقد تركيزي والتركيز اسمه focus. هنشوف نمبر 12 بيقول لي to change the verb achieve into a noun. عشان نغير achieve يحقق أو ينجز لاسم اللي هو إنجاز يبقى تلمنت عشان تبقى achievement. تعال نشوف حبايبي يلا بيج 45 على 45 بيقول لي هي ذا بيرسون هو وينز ذا كومبيتيشن. طبعا طالما بيكسب مسابقه يبقى ده هقول عليه تشامبيون. تشامبيون حبايبي بمعنى بطل. بيقول لي وات سبجكت يعني المواد. ار يو اي ات علي الله اي دو ويل ان انجلش. خلي بالك ان انا بادي كويس يبقى اجيبها جود ولا باد. هتقول لي لا جود. تعال نشوف اللي بعدها بيقول لي يو كانت كلايم ذيس تري اتس فيري اي. ما تقدرش تتسلق الشجره دي لان هي هتقول لي هاي وهل معناها عاليه جدا او مرتفعه. Number 4 بيقول لي the water in the river يعني المية اللي في النهر is ايه؟ so there might be a flood. وفلاد حبيبي بمعنى فيضان يبقى اكيد المية اللي في النهر برافو عليكو ترتفع يبقى rising. هنشوف number 5 بيقول لي our group went on along ايه؟ by car يعني المجموعة بتاعتنا راحت في ايه؟ طويلة بالسيارة اكيد رحلة ورحلة اسمها journey. Number 6 بيقول لي it was a great A to win the tournament. كان ايه عظيم ان احنا نكسب الدورة اكيد طبعا ده انجاز والانجاز اسمه achievement. نمبر 7 بيقول لي the story has a good A. It teaches us how to work hard. بتعلمنا ازاي نعمل بجد دي اسمها moral. ومورال حبيبي معناها درس مستفاد او موعظة او عبرة. نمبر 8 بيقول لي حبيبة has a A for singing. She has a beautiful voice. خلي بالك صوتها جميل يبقى ده عندها talent. talent حبيبي بمعنى موهبة. بيقول لي نبيل lost the match because his A was stronger than him. مين اللي كان اقوى منه في المسابقه؟ اكيد الاوبوننت. يعني ايه اوبوننت؟ يعني الخصم بتاعه. نمبر 10 بيقول لي ذا تيم از جوينج تو هاف ا بارتي بيكوز اوف ذير اي. هيعملوا حفله طبعا بيكوز بسبب ايه؟ اكيد بسبب النصر والنصر اسمه فيكتوري. تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي اور تيم هاد جود اي لاست سيزون وي هاد ذا هايست سكور. حصلنا على اعلى سكور يبقى اكيد كده اور تيم had good ranking. ranking هنا بمعنى تصنيف. يعني ranking بمعنى تصنيف. هنشوف number 12 بيقول I like my teacher because he or she has many good things. طبعا طالما انا بحب المدرس او المدرسه بتاعتي لان عندهم ايه جيده اكيد طبعا qualities. وqualities معناها صفات او سمات. تعال نشوف يلا يا حبايبي التمرينات اللي عندنا اللي على lesson 5 and 6. بيقول لي غاده went to her uncle's farm with her family last summer. راحت لمزرعه عمها مع اسرتها الصيف اللي فات. فهدير بتقول لغاده هاي غاده هاو واز يور سمر هوليداي. كيف كانت الاجازه بتاعت الصيف؟ هاي هدير ات واز ايه اي هاد سو ماتش. طالما انا استمتعت بيها يبقى اكيد ات واز جريت. وجريت حبيبي بمعنى عظيمه وندرفول عادي جدا رائعه ممكن اقول فانتستيك يعني رائع. ذاتس نايس وير ديد يو جو. اين ذهبت؟ طالما سؤال في الماضي يبقى لما اشيل ديد جو تبقى على طول went. برافو عليكو. I went to my uncle's farm. فبتقول لها did you go with؟ قالت لها I went with my family. يبقى الاجابه هنا family عاطل يبقى لازم اسال بهو يبقى who did you go with؟ قالت لها ايه did you do there؟ قالت لها we had picnics on farms. عايز تقول لها انتوا عملتوا ايه هناك؟ ماذا فعلت هناك؟ وماذا يعني؟ وات. مهم جدا حبيبي ان انا احفظ ادوات الاستفهام. did you take any photos؟ يعني هل انت التقطت اي صور؟ وبعدين قالت لها اي توك ماني فيديوز. هتلاقي اسم ولا نو؟ طبعا هتقول لها يس. وبعدين تطلع تبدل تحول له اي يس اي ديد. حسيت الاختياري بيقول لي ذا وول از تو هاي تو كلايم اوفر. يعني السور ده عالي جدا. ات ازنت قلنا نوت والصفه يدينا عكسها. هو هاي باذن هو مش ايه مش لو ولو حبيبي بمعنى منخفض.
هنشوف نمبر 2 بيقول where was your grandpa born؟ أين ولد جدك؟ قال لي he was born in Tampa. طبعا ده يا حبيبي طالما جاب لي المكان ده جيب حرف الجر ان. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي a man is young a she plays ping pong very well. لاحظ كده الترتيب في الاسطوبه بعدين كومه يبقى دي however. يعني حتى لو بيديني بات مش هاخد هنا ليه؟ لان هنا في الاسطوبه وكومه الترتيب بيتفق. نمبر 4 بيقول لي جاك traveled to many countries so he speaks Arabic well. بيقول لي هو سافر بلاد عربيه كتير عشان كده بيتكلم عربي كويس، يبقى اكيد طبعا سافر لدول عربيه ودول عربيه اسمها Arab countries، يعني Arab countries. نمبر 5 بيقول لي his dream to become a doctor a true. طبعا اتحقق حبايبي اسمها came true، يعني اتحقق اسمها came true. تعال نشوف يلا نمبر 6 بيقول لي the team worked hard to a victory. طبعا عشان يحقق انتصارات اسمها to achieve. هنشوف نمبر 7 بيقول لي the new invention عن الاختراع الجديد in the world it was great. طبعا طالما هو كان عظيم يبقى هو ادهش العالم يبقى amazed. هنشوف نمبر 8 بيقول لي علي missed this TV show he liked to watch it all the time. طالما كان بيحب يتفرج عليه حبايبي طول الوقت يبقى اكيد علي never missed. يبقى طالما بيحب يتفرج عليه عمره ما هيفوته. تعالوا حبايبي نشوف صفحة 48 بيقول لي ايه did you practice that piano last vacation؟ قال لي every day. قلت حبايبي ظروف التكرار بسأل عنها بهاو أصلا، يعني كم مرة كنت بتمارس البيانو في الأجازة الماضية؟ they ate the beach last يوم الحد اللي فات. طبعا الحد اللي فات ده من علامات الماضي فلازم اختار كلمة visited. هنشوف الأخطاء بيقول لي repair the broken chair yesterday. yesterday من علامات الماضي فلازم أقول repaired. repaired بمعنى صلحت. نمبر 2 بيقول لي my brother and I ate in the pool yesterday. بيقول لي اخويا وكمان انا، خلي بالك كلام في الماضي هنا نفي يبقى لازم اقول didn't وارجع فعل مصدره سواد. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي خالد ايه forgot to do his homework he was active and at school. طبعا بيقول لي ان هو كان نشيط جدا في المدرسه يبقى اكيد never forgot عمره ما كان بينسى يعني الواجب. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي where be your father yesterday. طبعا yesterday من علامات الماضي يبقى be دي يعني was aware. فاذر ده ماله هتقول المفرد يبقى لازم اختار was. تعالوا يا حبايبي نشوف يلا الترتيب player هنا a great tennis is table. يبقى اكيد هقول هنا هتكون طبعا من خلال القراءه اللي هي انا is a great لازم اجيب الصفه اللي فيها او انا الاول table tennis player يعني لعيب التنس طاولة خلاص عظيمة. أوفنر جارا وينت داي سمر تو إن. طبعا ببدأ بالفعل بتاعي داي لازم حبيبي بعدها أجيب ظرف التكرار يبقى أوفن الفعل بتاعي وينت راحوا فين يبقى أقول تو رجالة إمتى حبيبي إن سمر. هنشوف نمبر 3 مازن هاو ريد ديد ا ستوري اوفن. طبعا انا عارف ان اداه الاستفهام بتاعت حبايبي اسمها هاو اوفن يعني كم عدد المرات. طب وبعدين بعد ما اقول كم عدد المرات على طول هجيب الفعل المساعد بتاعي يبقى ديد وبعدين الفعل بتاعي يبقى مازن الفعل بتاعي ريد المفعول ا ستوري يبقى هاو اوفن ديد مازن ريد ا ستوري. تعالوا حبايبي يلا نشوف نص الاستماع بتاع التست. بيقول لي هانا جودا is a famous table tennis player she was born on the 12th of December 2007 she started playing table tennis at the age of 4 she plays for الاهلي سبورتس كلاب. طبعا السؤال الاولاني حبايبي بيقول لي what sport does هانا بلاي. طبعا هانا بلاي table tennis طبعا حبايبي بتلعب table tennis. السؤال اللي بعده بيقول لي when was هانا born يعني هنا اتولدت في سنة كام؟ طبعا شكل مشكلة حبيبي ان هنا اتولدت في سنة 2007 يبقى 2007. اللي بعدها بيقول لي هاو اولد واز هنا وين شي بيجان بلاينج ذيس بورد يعني كان عمرها كام سنة؟ طبعا قلنا بدأت وهي في سن الأربع سنين. نمبر 4 بيقول لي ويتش تيم داز شي بلاي فور. طبعا عارفين ان هي بتلعب فور الأهلي بتلعب للنادي الأهلي. تعالوا يلا نشوف المحادثة حبيبي بيقول لي ايه في المحادثة؟ هاني اند احمد ار توكينج اباوت ذير سمر هوليداي. بيتكلم عن اجازه الصيف بقول له ديد يو هاف ا جود سمر هوليداي. فرد عليه فساله سؤال اي ونت تو ماي انكلز فارم وات اباوت يو. هنا اكيد طبعا
هيقول له yes ويطلع يبدل يبقى yes I did. فسأله سؤال قال له I went to my uncle's farm، يبقى أكيد هيسأل أين ذهبت؟ أين يعني where؟ That's the plan. فعل مساعد did. طب ليه did يا مستر؟ عشان وأنت في الماضي. طب أي هتتحول ل you. طب أرجع الفعل الأصلي go، يبقى where did you go؟ قال له to my uncle's farm. What about you؟ خلاص ماذا عنك؟ طبعا هنا مش هعرف ماذا عنك إلا لما أشوف تحت. قال له what did you do in الغردقة؟ يبقى أكيد هيقول له أنا رحت الغردقة. هقول له I went to الغردقة، يعني أنا رحت الغردقة. قال له what did you do in الغردقة؟ طبعا أنت عملت إيه في الغردقة؟ طبعا الغردقة بقى بحر يا أولاد، فلازم هقول I swam، وخلي بالك إن الكلام في الماضي. I swam in the sea، يعني أنا عمت في البحر. فسأله قال له yes I rode a bike with my brother. طبعا طالما الإجابة بيس يعني السؤال هيبدأ بفعل مساعد، هنا الفعل في الماضي فإذا لازم أبدأ بديد، وأي هتتحول ل you يبقى did you، أرجع الفعل لمصدره يبقى did you ride a bike، يعني هل أنت ركبت دراجة؟ قال له yes I rode a bike with my brother. تعالوا حبايبي يلا نشوف أسئلة القطعة. بقول last summer Maria went on a vacation to the beach with her family، يبقى ماريا راحت في أجازة للشاطئ مع أسرتها. They stayed in a small house near the sea، قعدت في منزل جنب البحر. Every morning Maria and her brother played in the sand and swam in the water، كل يوم كانوا بيلعبوا في الرمل ويعوموا في المية. They built big sand castles and collected colorful shells، كانوا بيبنوا قلعة من الرمال وكمان كانوا بيجمعوا أصداف ملونة. In the afternoons يعني بعد الظهر they enjoyed، طبعا هنا لازم أشوف they عايدة على مين ليه، لأن أكيد هجيب له سؤال عنها. دي ماريا and her brother enjoyed ice cream and the fresh fruit، فكان كمان. One day they went on a boat trip and saw dolphins، يعني راحوا في رحلة بالقارب وكمان شافوا الدلافين. Maria was very excited، كانت فرحانة جدا متحمسة. And took many pictures، والتقطت صور كتير. In the evenings في المساء they walked along the beach and watched the sunset، كانوا بيمشوا على امتداد الشاطئ وبيتفرجوا على غروب الشمس. Maria loved her summer vacation because she had a lot of fun and spent time with her family، طبعا استمتعت بالأجازة جدا لأنها طبعا قضت وقت جميل ومع أسرتها وقضت وقت كمان مع أسرة أبولي. She hopes to go back to the beach next summer، تتمنى أنها ترجع الشط ده تاني في أجازة الصيف اللي جاي. طبعا هنا حبايبي بيقولوا what's the main idea of the best، يا ترى إيه الفكرة الرئيسية للقطع؟ طبعا هنا لو شفنا الفكرة الرئيسية أكيد هقول Maria's vacation. يعني ايه ماريا's vacation؟ الاجازة بتاعت ماريا. خلاص تاني ماريا's vacation، اجازة ماريا. طبعا بقولي where would you like to go next summer holiday and why؟ تحب انت بقى تروح، خلي بالك بيسألك انت، خلاص هتحب تروح فين اجازة الصيف اللي جاية and why؟ طبعا اروح بقى اي بلد فيها بحر، يعني مثلا اقول to Alex لاسكندرية. لو قال لي ليه مثلا هقول له to، بقول له why، يبقى to swim in the sea، عشان اعوم في البحر. نمبر 3 بيقولوا why did Maria love her summer vacation، ليه ماريا حبت السمر فاكيشن؟ شكل ما احنا شايفين حبايبي قال لي because she had a lot of fun and spent the time with her، دي الاجابه طبعا نمبر 3. لو بصينا نمبر 4 بيقولوا ماريا and her family stayed in a during their vacation، حبايبي شكل ما احنا شفنا ان هم قعدوا في small house، small house يعني منزل صغير، يعني قعدت هي واسرتها في منزل صغير. نمبر 5 بيقول ماريا سو اي اون ذا بوت، طبعا هي شافت ايه؟ دولفينز، دولفينز يعني دلافين. اللي بعدها زي قلنا هيجي بقى السؤال علي، زي ده عايز على مين؟ اكيد ماريا اند هير براذر، يعني ماريا واخوها. تعالوا حبايبي نشوف يلا اسئله اختياري. بيقول اي اولويز اي اوت ات ماي فاميليز ورك شوب، طبعا بيقول لي انا دايما اي اوت ات فاميليز ورك شوب. ورك شوب يعني ورشه، ورشه مين؟ ورشه الاسره. قلنا بساعد او بقدم يد المساعده اسمها هيلب، يبقى هيلب اوت. اللي بعدها بيقول لي وي وود لايك تو اي ات ا كوميونيتي جاردن تو هيلب ذيم بلانت تريز، عشان يساعدهم في زراعه الاشجار. خلي بالك هيبقى احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه في حديقه مجتمعيه؟ طبعا اكيد نتطوع، نتطوع يعني فولنتير. نمبر 3 بيقول لي يارا وود اي تو هاف ا بيرث داي بريزنت فروم هير فريند، بيقول لي يارا كانت ايه؟ انها جالها
طبعا هدية عيد ميلاد من صديقتها. طبعا أكيد كانت amazed يعني مندهشة. Number four, it's important to take things. يعني من المهم إن إحنا ناخد الأشياء step by step. طبعا قلنا خطوة بخطوة اسمها step by step. ثاني step by step. تعالوا نشوف حبايبي صفحة 51. بيقول لي grandma made a cake for my birthday. بيقول لي إن جدتي عملت إيه كيكة إيه في حفلة عيد ميلادي. أكيد طبعا كيكة مخصوصة ومميزة يبقى special. هنشوف حبيبي واللي the not helps countries all over the world which need help. مين اللي بتساعد الدول اللي محتاجه مساعده في جميع انحاء العالم؟ هتقول United Nations يعني الامم المتحده. نمبر 7 بيقول لي can you tell me the not for coming late. طبعا حبيبي اللي بياخد هنا for هي كلمه reason. يعني ممكن تقول لي السبب لمجيئك متاخرا. طب تعال نشوف نمبر 8 بيقول لي the children ate their bikes to the park last weekend. خلي بالك last weekend من علامات الماضي تاكيد هختار road. Number 9 بيقول هالي ايه fed the birds in the garden. She was very afraid of them. كانت دايما بتخاف منهم عشان كده يبقى عمرها ما كانت بت ايه بتطعمهم. طبعا fed معناها يطعم. طب تعالى نشوف Number 10 بيقول لي they ate happy at the club yesterday because it was very crowded. طبعا طالما كان مزدحم يبقى ما كانتش صاعده في الماضي. طب زي تاخد ايه في الماضي هتقول لي weren't. طب مثلا ما اختارش didn't هقول لك لا لان دي صفه ما فيش فعل يبقى ما فيش didn't. هنشوف الأخطاء. نمبر 1 بيقول لي إيه often did you play tennis. طبعا عارف السؤال كم عدد المرات اسمها how often. هنشوف نمبر 2 بيقول لي they didn't travel to مرسى مطروح last summer. حبيبي طالما جبت didn't الفعل يرجع لمصدره يبقى المفروض أقول travel. هنشوف نمبر 3 بيقول لي جانا hard ever played in the street. طبعا نادرا اسمها hardly ever مش hard ever. نمبر 4 بيقول لي سام sometimes reads books when he was. هقول لك بيقول لي كان بيقرا كتب لما كان صغير. خلي بالك كده ماضي ما ينفعش اقول reads لازم اقول read. تعالوا حبيبي بقى نشوف اسئله البابل شيت. بابل شيت يعني ايه؟ يعني بعد ما اختار المفروض انا بعلم على الدايره بتاعه الرقم اللي انا اخترتها املاها الونها كلها بالقلم. بيقول لي رنا traveled to the USA in the summer vacation. يعني رنا سافرت الولايات المتحده في الاجازه. فسلمى قلت لها I didn't see you in the summer vacation. والله أنا ما شفتكيش فين؟ في أجازة الصيف. فطبعا من رأس السؤال أكيد هتقول لها إن أنا إيه؟ سافرت. طبعا يبقى كنت هقول I traveled last summer. قالت لها واو. وسألتها سؤال قالت لها I traveled to the USA. فكانت بتقول لها رحت فين؟ يعني فين أين؟ اللي هي where يبقى where did you travel؟ فقالت لها great how long did you stay there؟ قعدت قد إيه هناك؟ فقالت لها we stay for a month. قعدنا شهر. وبعدين سألتها سؤال قالت لها I went to Alexandria. يبقى كده قالت لها ماذا عنك؟ يبقى and you what about you؟ هتقول لها what about you؟ قالت لها انا رحت اسكندريه. فسألتها سؤال قالت لها I swam in the sea I'm happy to see you again. انا عمت في البحر وسعيد ان انا شفتك مره ثانيه. يبقى كده قالت لها ماذا فعلتي؟ طب ماذا فعلتي او اي نشاطات اللي انت عملتيها؟ يبقى which activities did you do there؟ ف قالت لها بقى سعيدة ان انا اشوفك مرة تانية. اكيد هتقول لها thank you I'm happy to. شكرا انا سعيدة ايضا. طيب تعال نشوف نمبر 1 بيقول لي we usually played video games during the day we always played in the evening. دايما كنا بنلعب في المساء يبقى عمرنا ما كنا بنلعب بالنهار. يبقى اكيد دي هتبقى never. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي he didn't his car on Saturday. يبقى he didn't. برافو عليكم. he didn't clean لي ان ما عدد انت برجع فعل مصدره. نمبر 3 بيقول لي هاو ايفر ديد يو واتش فيديوز لاست فاكيشن. طبعا حبايبي السؤال دايما عن عدد المرات بهاو اوفن. نمبر 4 بيقول لي وين وير زي فينيش ذير هوم ورك لاست نايت. طبعا سؤال في الماضي بس في فعل في المصدر يبقى لازم الفعل المساعد بتاعي يكون ده. نمبر 5 بيقول لي ذي ستايينج ات ا هوتيل وين ذي وير ان مرسى مطروح. لما كانوا في مرسى مطروح كلام فين؟ في الماضي. يبقى هتقول لي they stayed بمعنى نكس لازم يكون في الماضي. تاني قلنا يعني ايه بابل شيت بقى حبايبي؟ معناها ان انا بعد ما اخترت الاجابه هعلم عليها. يعني مثلا في رقم 1 اخترت سي اقوم اعلم على سي اظلل الدايره بتاعتها. مثلا نمبر 2 انا اخترت اي اقوم اعلم على اي. ده اسمه بابل شيت وكذلك الباقي. Thank you very much for watching but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes.
يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك امداد بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله، واستنونا في الحلقات اللي جاية مع الوحدة التانية. طبعا لو ما كنتش شاهدتنا من الاول خش على صندوق الوصف هتلاقي كل الحلقات من اولها، اتفرج وشير لزمايلك عشان الكل يستفيد. جود باي، السلام عليكم.